شينكي خدي هي، بتمنى تعطيها الرسالة لأمي بعد ما أمشي. ما تتسرعي توينكل. شينكي لا تخليني شوفك زعلانة، أنت لازم تكوني عم تقويني بهاللحظات لأني رايحة أعيش حياة جديدة. لا ما رح أسمح لك تروحي. بترجاكي تشينكي خلي هالرسالة معك واعطيها لأمي. بترجاكي. أنا رح أشتاق لك. وأنا رح أشتاق لك كتير. حاجة تبكي، أنا رح أتصل فيكي. وين ما رحت وين ما كنت بدنا نضل نحكي مع بعضنا. أهلين بنتي توينكل. صباح الخير بيبي. بتمنى لك السعادة بكل لحظة بحياتك بنتي. انت كأنك فايقة بكير، حلو كتير. شكرا بيبي، كيف صارت صحتك؟ أنا صحتي منيحة كتير، شوفيني واقفة معك وما فيني شي. وحابة إنه نجتمع كلنا بالبيت اليوم المساء، لأني دائما بتمنى أشوفكن مبسوطين بزواجكن طول العمر وتعيشوا كل حياتكم بفرح وسعادة. وأنا كمان بدي كونجي يكون مبسوط بحياته. اسمعي يا بنتي، روحي حضري حالك مشان نجتمع، وأنا رايحة أفطر وبرجع لك. كيف بده يكون فيني اجتمع مع كونجي المسا؟ يلي بيكون مبسوط معها هي يلي لازم يضل عم يجتمع فيها بكل لحظة، وهي مايا مو أنا.